في السجود القدم تكون هكذا هكذا مضمومة لا مفتوحة، تكون مضمومة ومنصوبة، هذا في السجود. طيب في جلسة الاستراحة ننصب اليمنى ونفترش اليسرى، هذا في جلسة الاستراحة. طيب في جلسة التشهد الأوسط هكذا أيضا. طيب في التشهد الأخير، في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثنائية تظل على هذه الهيئة، إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية تتغير الهيئة. كيف تتغير؟ تكون بهذه الصفة، وهي ما يسمى بالتورك. ما يسمى بالإيه؟ بالتورك. يبقى بالنسبة في حال الجلوس في جلسة بين في الجلوس بين السجدتين تكون الهيئة هكذا، في التشهد الأول تكون الجلسة هكذا، أو في الصلاة الثنائية تكون الجلسة هكذا، أما في الصلاة الثلاثية والرباعية فتكون الجلسة هكذا.